أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة اقتصادية مفصلة جديدة من أون لايف. أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن الحكومة توافقت خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم على إنشاء مكتب لحماية المستهلك بكل محافظة لحماية المواطنين، موضحا أنه تم الاتفاق أيضا على الإسراع بالخريطة اللوجستية لكل محافظة والتأكد من وجود منافذ بكل محافظة على حدة. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمجلس المحافظين، حيث بحث الاجتماع استعدادات المحافظات لعيد الأضحى وتجهيز الساحات لأداء صلاة العيد ومتابعة تقارير المحافظين المختلفة حول توفير السلع وضبط الأسعار والمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، فضلا عن مناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. كما بحث الاجتماع ما تم تنفيذه من حملات إزالة الأراضي المتعدى عليها. في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، ضخ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة أكثر من 250 طنا يوميا من اللحوم والسلع الغذائية والتموينية، وذلك لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة من خلال 700 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة كافة أجهزة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، أعطى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بضخ أكثر من 250 طن يوميا من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية والتي يتم إنتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة من خلال 700 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية. وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، تم تدبير وتشغيل 900 إلى 950 سيارة نقل مبردة مجهزة كمنافذ متحركة للعمل في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق القاهرة الكبرى والمحافظات لطرح المواد الغذائية بشكل نموذجي، حيث يتم عرض المنطقة المستهدفة وأسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور. أنا باجي أقبض من البسطة وباجي أخد منها، بس أحلى لحمة أنا ذقتها، جميلة مش وحشة، وبكل سهولة بقف باخد الطبق وأمشي. أنا بشكر القوات المسلحة على الدور اللي بتقوم بيه لمحاربة الغلاء ومحاربة الجاشعين، وعارفة حاجتها نظيفة وحلوة وجميلة، بس يا ريت يعني الشعب يعرف ان الحاجة دي مضمونة ومعروفة وحلوة. كما حرصت القوات المسلحة على وضع نظام دقيق لتطبيق كافة الشروط ومستويات مراقبة الجودة للحفاظ على القيمة الغذائية الكاملة للمنتج المقدم للمواطن المصري. أعلن وزير التموين الدكتور علي المصلحي أن الوزارة ستطرح مناقصتين كل شهر اعتبارا من الشهر القادم لشراء الأرز المحلي، وذلك لتدبير احتياجات البطاقات التموينية والتي تصل لأكثر من 70,000 طن شهريا. وأشار في تصريحات عقب اجتماع مجلس المحافظين إلى أن سعر الأرز المحلي سيتحدد طبقا لآليات العرض والطلب، موضحا أن هناك مخزونا كبيرا من السلع الأساسية تكفي احتياجات البلاد لمدة تزيد على 5 أشهر، مشيرا إلى أن مصر لديها 3,600,000 طن من القمح يكفي حاجة البلاد لمدة تزيد على 4 أشهر ونصف الشهر. سجلت حصيلة التنازلات الدولارية للمواطنين بجميع البنوك العاملة في السوق المصرية 43 مليار دولار، وقال البنك المركزي إن هذه الحصيلة خلال الفترة منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي وحتى أمس، متوقعا تزايد هذه الحصيلة الفترة المقبلة في ظل تراجع أسعار الصرف بالسوق المحلية. وأسهمت الحصيلة الدولارية في تلبية طلبات استيرادية وفتح اعتمادات مستندية لجميع القطاعات الصناعية والقضاء على قوائم الانتظار بالبنوك. وأعلن البنك المركزي تجاوز صافي الاحتياطيات الأجنبية 36 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بزيادة قدرها 7,700,000,000 دولار عن الشهر السابق له.
للمزيد بينضم إلينا بالصوت والصورة الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري. أهلا بك أستاذ يحيى دائما على شاشة أونلايف. بداية كيف بتقرأ هذا الرقم 43 مليار دولار حتى الآن منذ نوفمبر الماضي؟ هو فعلا رقم ضخم لم نكن نتوقع أن يتم تحقيق هذا الرقم بهذه السرعة في خلال هذه الفترة. إحنا حتى كبنك أهلي خلال حتى الآن زدنا عن 13 مليار دولار. لاحظنا كمان خلال الشهر السابق اللي هو الشهر الحالي أغسطس أن حصيلة وصلت عندنا حوالي 2.5 مليار دولار. دي حصيلة لم تتحقق منذ التعويم حتى الآن. يعني رقم ضخم جدا بال 2.5 مليار دولار في شهر واحد ده رقم كبير جدا. وبالتالي لا يوجد أي معلقات لأي عمليات استيرادية أو أي متطلبات للسياحة سواء للحج أو لخلافه أو للتعليم أو للصحة الخارجية. فأعتقد ده يؤكد أنه إن إحنا ماشيين في الاتجاه السليم. يعني نعم، أسباب هذا الارتفاع في المخزونات أو التنازلات، يعني هل هو قرار سعر تحرير سعر الصرف أم أنه أن الجنيه الآن بيرتفع أمام الدولار؟ لا، هو بالفعل هو منذ تاريخ تحرير الصرف هو كان عامل فارق، نقطة فارقة في الاقتصاد القومي. أما الأسباب والمصادر الحمد لله أنها لا تعتمد على مصدر واحد، ولكن إحنا ملاحظين الفترة الحالية أنه هو عدة مصادر أو مصادر متعددة. أولها أن العاملين في الخارج خلال الفترة دي فترة الأجازات بيبقوا موجودين في مصر لزيارة الأقارب وكده، فحجم التحويلات كانت زيادة ملحوظة بشكل كبير. نمرة اثنين برضو في تحسن نسبي إحنا كلنا شايفينه في السياحة سواء السياحة العربية أو السياحة العالمية إلى مصر لكافة المقاصد السياحية. نمرة ثلاثة برضو في ارتفاع ملحوظ في معدلات التصدير مقابل انخفاض في الاستيراد وبالذات في السلع الغذائية وخلافه. رابعا انه في برضو الاستثمار سواء المباشر او غير مباشر، مباشر سواء في شركات البترول او في استثمارات البترولية او الغير مباشر واللي دخل من خلال البورصة او الاستثمار في ادوات الدين الحكومي. اعتقد مبالغ ضخمة جدا بتضخ في الاقتصاد في شرايين الاقتصاد القومي خلال الفترات الماضية وخاصة الشهر الاخير. يعني انتم البنك الاهلي المصري دايما بنستقي منكم اسعار الصرف، يعني لو تخبرنا الان سعر صرف الجنيه كم تحديدا وما المتوقع توقع أيضا لأسعار الصرف الفترة المقبلة؟ حاليا في البنك الاهلي النهارده سعر شراء ب 17.65 وسعر بيع ب 17.75. اعتقد ان هو لو استمرت وتيره التدفقات النقديه على هذا المنهاج سواء من التصدير او التحويلات الخارجيه او الاستثمارات الخارجيه، اعتقد ان هو سنشهد مزيد من الانخفاض خلال الفترات القادمه. يعني هل البنوك الفترات القادمه استاذ يحيى سيكون لها يعني صرافه تفتح صرافات جديده في الفتره المقبله بلا مما يؤثر على سعر الصرف أيضا أم ماذا؟ هو تجربتنا احنا لسه مفتتحين شركه صرافه البنك الاهلي للصرافه خلال من اسبوعين، والحمد لله احنا ملاحظين حتى الان ان في تدفقات نقديه للفرعين اللي احنا افتتحناهم ماشيين بشكل جيد جدا، وفي اقبال شديد للبيع سواء عمله الدولار او عمله الريال السعودي او العملات الاخرى. فاعتقد ده قد يشجع بعض البنوك الاخرى انها تمشي في هذا الاتجاه، خاصه ان احنا سبقنا في بنك مصر لديه برضه شركه أخرى. احنا ناويين ان شاء الله نفتتح حوالي من 30 ل 35 فرع على مدار العامين القادمين، فبالتالي نرى ان هو حتى الان موضوع هام جدا لضبط السوق الصرافه في مصر والمساهمه في المنافسه اللي غالبا بتكون في الاخر في صالح المستفيدين او العملاء المصريين. نعم، نحن نريد ايضا ان نفهم نقطه استاذ يحيى، انه كيف للصرافات ان تؤثر في سعر الصرف وتضبط المساله كما ذكرت الان؟ لان اولا هو شركات الصرافه جزء هام جدا في الاقتصاد القومي، لابد من وجودها لانها بتقابل احتياجات كل الافراد، معظم الافراد او السياحه سواء في مواعيد غير مواعيد العمل، لان مواعيد العمل في البنوك هي ملتزمه بمواعيد عمل محدده، ولكن شركات الصرافه هي بتفتح في كافه ال 24 ساعه في اليوم لمده 7 ايام في الاسبوع في كافه المناطق، وبعدين لا تحتاج الى راس مال كبير للتواجد في كافه
المناطق في مصر، فبالتالي فرصتها للمنافسة في هذا أكتر. وجود شركات تتبع البنوك هي بتساهم في الانضباط، يعني البنوك تانية دائما بتتميز بالالتزام والقواعد الصارمة، وبالتالي شركات الصرافة التابعة ليها هتكون تلتزم بنفس الاتجاه، وبالتالي هتساهم في ضبط السوق القطاع سوق الصرافة في مصر وضمان ان هو ملتزم ومنضبط، وده هيخلي كل شركات اخرى تمشي في هذا الاتجاه، وذات ان السوق دلوقتي خلاص احنا بقينا في سوق حرة، لم نعد خلاص مفيش حاجة اسمها يعني انا السوق موازية ولا حاجة، لان انت مش محتاج بتروح شركة صرافة تشتري او تبيع، او تروح البنك تقدر تشتري او تبيع. طيب ايضا نقطة مهمة، ونحن يعني على اعتاب عيد الاضحى المبارك، انه سيتم صرف المرتبات بعد ذلك بالصراف الالي او ماكينات الاي تي ام، لاي مدى هذه الماكينات وحتى التغطيات لها يعني تستطيع ان يعني تغطي كل هذه الطلبات؟ هو بالفعل البنوك كلها استعدت، وطبعا البنك الاهلي بما ليه ان هو اكبر بنك ليه عدد ماكينات سحب الي اي تي امز، اوريدي بالفعل تم صرف المرتبات من الاسبوع اللي فات، وداخلين برضو على العيد في اجازاته، فبالتالي لازم نكون مستعدين بكافه في كافه المناطق لكافه الماكينات مع الشركات معانا اللي بتساهم في اعاده تمويل تلك الماكينات، وبرضو يعني مزيد من الاموال النقد الجديده حتى عشان الناس لما تحب تصرف تجد يعني بيبقى ليها فرحه مختلفه شويه ان الواحد لما بيصرف فلوس جديده. فاعتقد معظم الماكينات البنك المركزي ضخ اعداد ضخمه عشان تساعد ان احنا نضخ البنك نوت بشكل جيد ويكون جاهز في كل وقت لكافه المصريين المتعاملين مع الجهاز المصرفي ان شاء الله. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا الاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري. ونذهب سريعا مشاهدينا إلى مكة المكرمة ومؤتمر صحفي عن استعدادات وتنظيم موسم الحج، فإلى هناك لزميل الأستاذ حاتم قاضي. تفضل حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما من به علينا في هذا الوطن العزيز، أن جعلنا جميعا خدما لحجاج بيت الله الحرام، ويتقدم هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين. بعد أن وفرت كافة الإمكانات لكافة الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، نحن الآن نتكلم عن الخطة التشغيلية كما ذكر سعادة اللواء منصور قبل قليل، نستعرض ماذا تم إنجازه منها. بالنسبة لخطة وزارة الحج والعمرة، الخطة المرحلة الأولى منها انتهت، وهي مرحلة استقبال حجاج بيت الله الحرام من منافذ الدخول وفي المدن في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مكة المكرمة. الآن اكتمل عقد وصول ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة، أقلتهم أكثر من 19500 حافلة في رحلات من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. عدد الرحلات البرية للحافلات تجاوزت 38000 رحلة، كانت بفضل الله سبحانه وتعالى نسبة الإعطالات فيها أقل من 0.5%، وهذا قياسا عن العام الماضي يعتبر الحمد لله خطوة جيدة في اتجاه صحيح بانخفاض معدلات الإعطالات. الآن غدا يوم التروية، وسينقل حجاج بيت الله الحرام اعتبارا من مساء هذه الليلة، ستدخل الحافلات الحجاج الذين سيتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية 9000 حافلة، بدأ إطلاقها من بعد ظهر هذا اليوم على دفعات خفيفة حتى لا تجد ربكة مرورية، وخروجها يكون تحت إشراف لجنة التصعيد والنفرة المؤلفة من وزارة الحج والعمرة ومن الأمن العام ممثلا في دار العام المرور ومن مؤسسات الطوافة ومن الجهات التي لها صلة بانتقال الحجاج الكرام من أكثر من 4700 مسكن في مختلف أنحاء مكة المكرمة إلى مشعر منى لمن سيذهب إلى التروية. وهناك عدد كبير من الحجاج يتوجهون مباشرة غدا مساء إلى عرفات بناء على رغبتهم. الحمد لله المخيمات في منى وفي مشعر عرفات في تمام الجاهزية، وتم
التشييك عليها والتأكد من مدى جاهزيتها ونظافتها وفرشها ووجود المياه الكافية داخل هذه المخيمات استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. الجميع في الحقيقة يعمل على قدم وساق وبروح الفريق الواحد، وأعمال الحج هي منظومة حج كبرى تشترك فيها كافة الجهات التي لها علاقة بحجاج بيت الحرام من القطاع العام ومن القطاع الخاص. هذه نبذة يسيرة عن استعدادات وزارة الحج للبدء في رحلة التصعيد والنفرة التي تعتبر أهم مراحل خدمة حجاج بيت الحرام، وهو التأكد من أن جميع الحجاج الذين قدموا إلى هذه الأرض المقدسة لم يبقى منهم أحد إن شاء الله في يوم التروية وفي يوم عرفات إلا وقد صعدوا إلى المشاعر المقدسة. شكرا أستاذ حاتم. شكرا أستاذ حاتم والأخ أحمد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يخص هيئة الهلال الأحمر السعودي، هيئة الهلال الأحمر السعودي مناط فيها في خطة موسم حج هذا العام هي تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة في مرحلة ما قبل الوصول إلى مراكز العلاج. وقد أعدت الهيئة خطة تشغيلية على ثلاثة مراحل، انتهت المرحلة الأولى من 20/11 إلى 1/12، بدأت الآن المرحلة الثانية من خلال تجهيز مراكز الإسعاف والقوى العاملة سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، والآن تركيزنا على مكة المكرمة من خلال توفير عدد 133 مركز إسعاف في منطقة منى والمشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة، إضافة إلى عدد تقريبا 2500 موظف ما بين موظف إداري وموظف فني اللي هم أطباء وأخصائيين وفني إسعاف. خلاف ذلك هناك فرق الاستجابة المتقدمة، فرق الاستجابة المتقدمة تكون دعم لفرق الإسعاف الميدانية في مراكز الإسعاف بعدد 25 فرقة، إضافة إلى ذلك تواجد مركز الإسناد والطوارئ يوجد فيه 60 فرقة إسعافية جاهزة لأي طارئ، وإضافة إلى وجود الإسعاف الجوي. خلال العام الحالي إن شاء الله سيتم تشغيل 3 طائرات جاهزة لتقديم الخدمات، وطائرة احتياطا لتحسبا للظروف إن شاء الله. ما خلاف ذلك هناك عدد من المشاركة التطوعية، يوجد لدى الهيئة تقريبا ما يتجاوز 500 متطوع ذكور وإناث حيكون لهم مشاركة، لكن في منطقة الحرم وفي نطاق عرفات حول جبل الرحمة. عدد الأطباء إجمالي تقريبا 78 طبيب وأخصائي موزعين في منطقة مكة المكرمة العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، ونتطلع إن شاء الله بإذن تعالى إلى نجاح الموسم. مؤشر خدمات الطبية الإسعافية حتى تاريخه واضح أن في ازدياد، لكن ازدياد بنسبة بسيطة بحكم الأجواء الحارة في منطقة المشاعر. وشكرا الأستاذ مشاعر. شكرا سيادة اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن شرفنا لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات لهم. وزارة الصحة استعدت منذ نهاية حج الموسم الماضي لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام عبر عقد العديد من ورش العمل ومراجعة جميع الخطط التي سوف الخطط الصحية التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام. اليوم وزارة الصحة مستعدة ب 25 مستشفى موزعة على منطقتي مدينة منورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى 155 مركز صحي أيضا موزعة على هذه المناطق. من هذه المراكز الصحية هناك مراكز صحية موزعة على جنوبات القطار، وأيضا مراكز صحية موجودة في منشأة الجمرات، إضافة إلى وجود أكثر من 100 سيارة إسعاف صغيرة تعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة. هذه السيارات بالإمكانها الوصول إلى الأماكن المزدحمة ونقل المصابين لا سمح الله بأسرع الطرق. هذا كله عبر غرفة تحكم يتم من خلالها الاطلاع على خط سير هذه السيارات وتوجيهها إلى المستشفيات التي بإمكانها تلقي المرضى أو المصابين في حال حصل أي طارئ.
الأمر الآخر، اليوم تم تفويج 21 حاج من المدينة المنورة، هم حجاج منومين في المستشفيات، تم تفويجهم إلى مستشفى عرفات العام، وذلك حرصا على ألا تفوت هؤلاء الحجاج المنومين فرصة الحج، وهذا الأمر الذي تقوم به وزارة الصحة كل عام. سوف يكون أو مع هؤلاء الحجاج أطباء وممرضين مرافقين لهم إلى أن يتم الوقوف بعرفات، ومن ثم يعودون بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات التي كانوا بها. أيضا وزارة الصحة حرصت على التركيز على كل ما يتعلق بضربات الشمس والإجهاد الحراري من خلال تجهيز أكثر من 286 غرفة خاصة لضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافة إلى مراوح التبريد لعلاج أي طارئ. كما تقدم أيضا الوزارة عمليات أو قامت بعمليات قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام، وهي كما تعلمون العمليات المعقدة والصعبة، وعمليات أيضا القسطرة القلبية والغسيل الكلوي وغيرها من العمليات الجراحية. الأرقام سوف موجودة في البيان الذي يصدر من الوزارة، ولا أريد أن أخذ من وقت الزملاء لذكر هذه الأرقام بالتفصيل، وجميع هذه الأرقام موجودة أيضا على موقع الوزارة، وسيتم إرسال بيان مفصل بجميع أرقام العمليات التي تمت حتى يوم أمس. شكرا لك. شكرا أخ مشعل. العقيد عبد الله الحارثي، الدفاع المدني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله ثم بالدعم السخي من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكافة الجهات العاملة في خدمة الحجيج، وبمتابعة مستمرة من سيدي أمير منطقة مكة المكرمة وسيدي أمير المدينة المنورة وسيدي وزير الداخلية، انتهت المرحلة الأولى من الخطة العامة للطواري لحج عام 1438 دون أن نسجل ولله الحمد أي حادث يمكن أن يؤثر على سلامة حجاج بيت الله الحرام. الخطة العامة للطوارئ للدفاع المدني لديها العديد من المحاور، تم شرحها في عديد من المؤتمرات السابقة، واليوم سوف أركز على الجانب الوقائي. كان هناك لفرق المسح الوقائي دور بارز في مسح كافة الأماكن التي يمكن أن يمر من خلالها ضيوف بيت الله الحرام في المدينة المنورة أو في العاصمة المقدسة، وأيضا المساكن التي تم التصريح لها وعددها 300 مسكن في المدينة المنورة و3900 مسكن في مكة المكرمة. إضافة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني هذا العام وبالتنسيق مع أمن الطرق وطيران الأمن قامت بإحداث مراكز موسمية على كافة الطرق التي تؤدي إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. انتشرت فرق الدفاع المدني في كافة المشاعر، منى ومزدلفة وعرفة، اكتمل تموضعها وتمركزها. روعية في هذا التمركز والتموضع عدة معايير، منها المعيار الزماني والمكاني والكثافة البشرية. هناك الفرق اللي هي المراكز والفرق الميدانية والفرق الراجلة والفرق الراكبة، بالإضافة إلى الشبكات والدراجات النارية. روعية في أن تكون المسافة الزمنية بين هذه الفرق وبين المساحة المكانية التي تقع فيها أنها ممكن أن تباشر الحادث بإذن الله من المكان التي هي فيه. هذا العام تم زيادة عدد الجهات المنفذة للخطة العامة للطوارئ من 19 جهة إلى 32 جهة، مما تطلب منا أن يكون هناك اختبار لسرعة الاستجابة، ومن خلال إقامة 5 فرضيات في منى ومزدلفة وعرفة، وكانت النتائج ولله الحمد إيجابية. من ضمن الإجراءات التي تحرص عليها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين اللي هي منع استخدام الغاز في المشاعر من عام 1418، هذا العام استمر هذا المنع حتى أمس تم مصادرة 21 ضبط اسطوانة، منها 18 في منى و3 في عرفة، ونلاحظ أن هناك انخفاض من عام إلى آخر، وهو يعود إلى وعي الأخوة المؤسسين مؤسسة حجاج الطوافة، وإضافة إلى الإمكانات التي أتاحتها الدولة في المطابخ الآمنة. تماشيا مع رؤية 2030 أعادت المديرية العامة للدفاع المدني هذا العام النظر في أعمال المتطوعين،
ومن 300 العام الماضي إلى 700 مشاركة هذا العام، منهم 300 من المتطوعات. ما أحب أن أؤكد عليه هنا أنه رقم الطوارئ الخاص بالأجهزة الأمنية في المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة هو 911. شكرا. تفضل العقيد سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه بحكم طبيعة مهام وأعمال الأمن العام وقوات أمن الحج المتنوعة الحقيقة، والتي لا تقتصر فقط على المشاعر، بل حينما ينوي الحاج أداء العمرة أو أداء الحج تبدأ بالتأكد أيضا من نظامية المكاتب أو شركات الحج التي يريد أن يحج عن طريقها، وصولا إلى أن يصل إلى مشارف أو مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وما أعد حقيقة من خطط مرورية وخطط لتفويج الحشود وإدارة المشاة في مشعر منى أو حول منشأة الجمرات، أيضا ما يتعلق بتنظيم الحشود حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به. كل هذه الحقيقة المهام المتنوعة أكسبت الأمن العام خلال العقود الماضية من الزمن خبرات تراكمية استفاد منها حقيقة، وسخرها بأكبر قدر من الكفاءة لخدمة الحجاج، واستكملت الاستعدادات من وقت مبكر بحضور جميع المشاركين وتطبيق جميع الفرضيات المختلفة حول ما يتعلق بإدارة باستقبال الحجاج أولا، ثم إدارة حركتهم سواء الحركة المرورية أو حركة القطار أو حركة تنظيم المشاة في مشعر منى أو في منشأة الجمرات أو في المنطقة المركزية. الأمن العام أو قوات أمن الحج كما تحرص على سلامة الحجاج، هي أيضا تحرص بنفس القدر على أن يكون الحاج قد حصل على فرصته في الحج بطريقة نظامية. لذلك هي حقيقة اتخذت عدد من الإجراءات، تبدأ من شرط المناطق في ضبط المكاتب الوهمية. بلغ عدد المكاتب الحج الوهمية أو شركات الحج الوهمية التي تم ضبطها حتى يوم أمس في مختلف مناطق المملكة 96 مكتبا، إضافة إلى عملية ضبط الذين يريدون أن يدخلون إلى المشاعر المقدسة أو مكة المكرمة بالتأكد من أنهم فعلا يحملون تصاريح حج نظامية. بلغ عدد مخالفي أنظمة الحج والذين تم إعادتهم على مداخل ومشارف مكة المكرمة 459,323 مخالفا من مختلف الجنسيات. طبعا المركبات التي أيضا مخالفة وتم يعني إعادتها بلغت 208,000 مركبة و 208,236 مركبة. هناك بعض الحجاج المقيمين في المملكة العربية السعودية والذين تم اتخاذ إجراءات تتعلق بإحالتهم إلى النيابة العامة أو إلى الجهات النظامية لتطبيق النظام بحقهم، بلغ عددهم 1,841 مخالفا. ما يتعلق بالمركبات التي تم حجزها وإيقافها على مداخل مكة المكرمة 3,276 مركبة. عمليات حقيقة الضبط والمتابعة لنظامية الحج ونظامية السيارات أو المركبات التي تدخل المشاعر المقدسة مستمرة. قوات من الحج الحقيقة من خلال ما تتخذه من إجراءات تؤكد عزمها ومضيها في تطبيق النظام بحق جميع المخالفين، والتأكد بالفعل أن من يحصل على فرصة الدخول للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة لأداء فريضة الحج هو حصل عليها بطريقة نظامية. إذن نكتفي بهذا القدر مشاهدينا الكرام. استمعنا وشاهدنا هذا المؤتمر الصحفي لموسم الحج للاستعدادات الأمنية والطبية وحتى في التنقلات. مرة أخرى إلى سياق النشرة، حيث وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع تشي بينغ نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية بين الوزارة والبنك الصيني. وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تسعى لتسهيل
تمثيل التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة مع الصين وتطويرها وتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين. من جانبه أشار نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني إلى عمق العلاقات المصرية الصينية وما تشهده من زخم، مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل دائم. النشرة مستمرة مشاهدينا الكرام، وفيها بعد هذا الفاصل: انخفاض شبه جماعي لمؤشرات البورصة المصرية، تسعة وعشرون في المئة تراجعا بواردات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من 2017. أحييكم من جديد مشاهدينا. وضغطت مبيعات المستثمرين العرب على مؤشرات البورصة لتغلق على تراجع شبه جماعي في الختام، فيما اتجه المستثمرون المصريون والأجانب للبيع. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة بلغت 1.4%، بينما تراجع مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت نحو 0.75%، كما هبط مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.3%. معنا مينا بشرى من مقر البورصة المصرية. مينا أهلا بك، ربما المؤشر الثلاثيني هو الذي أنقذ رأس مال البورصة هذا اليوم لأنه مرتفع بشكل كبير، طبعا تفاصيلك. نعم، مساء الخير ولاء. بالفعل المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 مستقر وحيدا داخل المنطقه الخضراء وبنسبه صعود قويه على مدار التعاملات منذ مستهل التعاملات وحتى اغلاق جلسه اليوم، وان كان التذبذب سيطره على اداء المؤشر الاوسع نطاقا تحديدا الذي تحرك ما بين المنطقه الخضراء والمنطقه الحمراء على مدار جلسه اليوم، ولكن بختام التعاملات التراجع شبه الجماعيه يسيطر على اداء مؤشرات البورصه، حيث استقر المؤشر الرئيسي وحيدا داخل المنطقة الخضراء في مقابل تراجع المؤشر السبعيني والأوسع نطاقا. البداية بالمؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 فقد ارتفع بمقدار 1.41% ومسجلا 13195 نقطة نتيجة لكثافة العمليات الشرائية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، مما دفع باستمرار رحلة الصعود للمؤشر الرئيسي منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني تراجع بمقدار 0.78% بنهاية التعاملات ومسجلا 689 نقطة نتيجة للعمليات البيعية من قبل صغار المتعاملين. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 تراجع أيضا بمقدار 0.30% ومسجلا 1558 نقطة. ومن أداء المؤشرات اليوم لأداء الأسهم صعودا وهبوطا، فبالنسبة لقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا جاء في المرتبة الأولى سهم البنك المصري الخليجي بمقدار 8.24% صعودا، الأسكندرية للخدمات الطبية بمقدار 7.98% صعودا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة بمقدار 7.51%، شركة مستشفى كيلو بطرة في المرتبة الرابعة بمقدار 6.23%، جي بي أوتو في المرتبة الخامسة بمقدار 6.22% صعودا. أما بالنسبة لقائمة الأسهم الأكثر انخفاضا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء سهم مستشفى النزهة الدولي بمقدار 7.54% تراجعا، حق الاكتتاب لشركة مطاحن ومخابز الأسكندرية في المرتبة الثانية بمقدار 5.48% تراجعا، رايا لخدمات مراكز الاتصالات بمقدار 5.46% تراجعا، وفي المرتبة الرابعة جاء سهم مصر للألومنيوم بمقدار 5.12% تراجعا، وفي المرتبة الخامسة سهم مطاحن ومخابز الأسكندرية بمقدار 4.84% تراجعا.
إذا تحدثنا بعد ذلك أيضا عن مستوى السيولة اليوم، فهناك تحسن نسبي في مستوى السيولة التي وصلت بختام التعاملات إلى مستوى 700,434,000 جنيه، وذلك من خلال التداول على 192,987,000 سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 20,000 عملية. أيضا إجمالي عدد الأسهم التي تم التعامل عليها اليوم وصل إلى 178 سهما، ارتفع 157 سهما وتراجع 21 سهما، ونحو 20 سهما شاهدوا حالة من الثبات على مدار جلسة اليوم. أيضا بالنسبة لمكاسب الأسهم المقيدة نتيجة لهذا الصعود القوي من جانب المؤشر الرئيسي على مدار جلسة اليوم، فالمكاسب وصلت إلى مستوى 5,400,000,000 جنيها، ليصل إجمالي رأس مال البورصة السوقي بختام التعاملات إلى 699,342,000,000 جنيها. أخيرا بالنسبة لفئات المستثمرين اليوم من مصريين وعرب وأجانب، المتعاملون المصريون نسبة الاستحواذ لديهم اليوم وصلت إلى 67.14% من إجمالي التعاملات، وبصرف شراء وصل إلى مستوى 1,891,000 جنيه. بالمثل اتجهت تعاملات الأجانب أيضا نحو الشراء اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 21.64%، وبصافي شراء وصل إلى 8,119,000 جنيه. في مقابل ذلك اتجهت تعاملات العرب بختام التعاملات نحو البيع بنسبة استحواذ وصلت إلى 11.22%، وبصافي بيع وصل إلى مستوى 10,011,000 جنيه. نعم، بشكرك دائما مينا بشرى مراسلنا من مقر البورصة المصرية على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. تراجعت واردات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 29% لتبلغ 24 مليار دولار مقابل 33,900,000,000 دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. مستمرين معكم بعد الفاصل. ارتفاع جديد في أسعار الذهب محليا. أهلا بكم من جديد. يغلق بنك الإسكان والتعمير في وقت لاحق من اليوم باب الحجز لـ24,000 قطعة أرض بـ19 مدينة جديدة تتنوع بين أراضي الإسكان الاجتماعي من 209 إلى 276 مترا مربعا، وأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا من 300 متر مربع إلى 1500 متر مربع. للمزيد من التفاصيل بتنضم إلينا من مقر أحد فروع بنك الإسكان والتعمير دينا حويدق مراسلتنا من هناك. بالطبع دينا، طبعا الإقبال، يعني لا أعلم إن كان من ورائك يمثلون هذا الإقبال أم ماذا؟
اهلا ولاء، بالفعل يعني الاقبال يعني ربما الصوره بتتحدث من خلفي، بس دعيني ابتدي من اول يعني من اول. سيغلق البنك الباب الحجز اللي هي 24,000 قطعه ارض في تمام الساعه 5 من مساء هذا اليوم ل 19 مدينه جديده تم طرحها من خلال القرعه العلنيه، وبدايه الحجز كانت في اوائل هذا الشهر الجاري تحديدا في 6 أغسطس. يعني دعيني برضو اذكر لك هذه المدن الجديدة، القاهرة الجديدة، الشروق، بدر، العبور، 15 مايو، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، برج العرب، منيا الجديدة، أسيوط الجديدة، فيوم الجديدة، ودمياط الجديدة، وإنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان. يعني حسب بما صرح بها المهندس طارق السباعي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية مساء أمس، بأن منه تم سحب ما يقرب من 207,000 كراسة شروط لحجز 24,000 قطعة أرض في 19 مدينة جديدة على مستوى أنحاء الجمهورية، وفي حين دفع ما يقرب من 182,000 حاجزا مقدمات الحجز في نفس الفترة. وأيضا حذر من أي تعامل برا البنك، يعني أي فرد أو أي جهة برا البنك منعا لحالات النصب وما إلى ذلك. وعن الأراضي الإسكان الاجتماعي يعني بتفاصيل أكثر عنها، فإجمالي الأراضي المطروحة تم طرحها 12,721,000 قطعة أرض، وتوزيع هذه الأراضي متاح على الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق. دهمني الوقت للأسف دينا حويدق، أشكرك على كل هذه التفاصيل من مقر أحد فروع بنك الإسكان والتعمير. وإلى أسواق الذهب محليا، والتي شهدت ارتفاعات واضحة خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 18,552 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21,645 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24,737 جنيها ونحو 15 قرشا، فيما سجل الجنيه الذهب 5,160 جنيها. دكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أهلا بك دكتور وصفي. يعني الجنيه آخذ في الصعود أمام الدولار، والذهب أيضا آخذا في الصعود، يعني لماذا؟ أهلا وسهلا أولا، ولكن اللي عايز أقوله أن الدولار بالنسبة للسوق المصري سعره ثابت بعد ما البنوك أصبحت المتحكمة في تحديد السعر واللي بيتم عن طريق التداول. إذن يبقى السبب الآخر هو ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، أصبحت هي المتحكمة الوحيدة دلوقتي. يعني القروش الطفيفة الأخيرة، القروش الطفيفة اللي بيعلو بيها الجنيه لا تؤثر على الذهب؟ لا تؤثر على الذهب. أها، تفضل. الأسباب اللي خلت أسعار الذهب عالميا ترتفع هي مجموعة أسباب اتحدت كلها في توقيت واحد، منها انخفاض قيمة الدولار أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو. السبب الثاني التصعيد اللي بيتم ما بين كوريا الشمالية وما بين السياسة الأمريكية. السبب الثالث الإعصار اللي تم في أحد الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. دي مجموعة أسباب ثلاثة، يعني واضح أنه جميعها أسباب سياسية، يعني كما واضح من حضرتك. أنا دهمني الوقت للأسف، وقتي محدود جدا. دكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب اتحاد الغرف الصناعة التجارية، شكرا لك. ومشاهدينا نذهب إلى، أنا بشكركم طبعا شكرا جزيلا. انتهى وقت هذه الساعة الاقتصادية، لم يعد لدينا من أخبار أو من جديد في الأخبار. شكرا لكم، وألقاكم في الغد إن شاء الله.